اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. خير يا دكتور؟ قلقتنا. خير ان شاء الله. انا بس عايز اصارحكم بالحقيقه. تصارحنا بايه يا دكتور؟ للاسف كل محاولاتنا الدوائيه مع قلب عمر فشلت، والتضخم بيزيد يا جماعه ولازم نلحقه. والحل؟ الحل انا قلته لكم قبل كده، لازم يتزرع له قلب جديد. ايه؟ وباسرع وقت قبل ما المشكله تزيد وتخرج عن السيطره. وده هنلاقيه فين؟ في الحقيقه لازم حد يتبرع. في حد بيتبرع بقلبه يا دكتور؟ لا طبعا ما حدش بيتبرع بقلبه، بس بيبقى في ناس ضحايا حوادث بيكتبوا في وصيتهم ان بعد موتهم هم متبرعين باعضائهم. وده ممكن جوه مصر؟ هو ممكن، بس اصل الموضوع في مصر هنا جديد ولسه الناس ما تقبلتوش يعني. طب هنعمل ايه يا دكتور؟ انا رايي يا جماعه انكم تاخدوه بره، بس الموضوع ده هيتكلف كتير قوي. كام يعني؟ يعني حوالي 200 الف دولار، يعني مليون وشويه مصري. مليون؟ انا عارف انه كتير، بس احنا كل ما بنتاخر الحاله بتسوء والمصاريف بتزيد اكتر. نص مليون جنيه حته واحده؟ ده في خلال يومين بالكتير، لازم اتحرك بسرعه. انت عايز المبلغ ده كله ليه يا اشرف؟ عمر يا سعد محتاج نقل قلب جديد. الله لا قوه الا بالله. قلب جديد؟ حبيبي يا عمر، والقلب الجديد ده هيتكلف المبلغ ده كله؟ ده نص المبلغ بس، في 600 تانيين ادفعهم على دفعات. لا اله الا الله. ارجوك يا مختار اسحب لي المبلغ بسرعه وبعد كده ابقى اخصمه من الميراث. ما هو اصل اصل ايه؟ هي فيها اصل؟ دي حاله حرجه، وبعدين انت الوحيد اللي معاك توكيل من بابا الله يرحمه. بس التوكيل يعتبر لاغي بسبب الوفاه، يعني لازم نستنى اعلام الوراثه. ايوه بس انت ليك حق التوقيع والصرف من حساب بابا، يعني ممكن بكره الصبح تروح البنك وتسحبهم لي. ما هو اصل اصل ايه؟ ما تتكلم. انا ما كنتش عايز اتكلم، بس انتوا كده هتضطروني اني اقول لكم. تقول ايه يا مختار؟ انا مش فاهم حاجه. حسابات البنوك كلها فاضيه، والفيلا والمحل والمدبغة وحتى شهادة اسكندرية مرهونين للبنك. نديم، أنا أصلي كنت معدي قريب من هنا وقلت أطمن عليكي. إيه؟ مش هتدخليني دلوقتي؟ أنت عارف الساعة كام؟ اتفضل. مالك كده؟ شكلك كده زي ما تكوني مش مرحبه بوجودي. لا 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 ابدا، بس اصلي مش متعوده ان حد يزورني في وقت زي ده. لا انا النهارده بقى اتعودي، لاني هزورك دايما وطول الوقت. اشمعنى؟ عشان وحدانيه محتاجة راجل يقف جنبك. بس كده؟ لا، وكمان عشان خاطر جوزك الله يرحمه اللي كلت معايش وملح. انت عايز تقنعني انك جايلي النهارده في سبيل الله؟ وليه لا؟ مش الناس لبعضيها برضو؟ لبعضيهم اه، بس مش في نصاص الليالي. ده اهم وقت، هي المصايب بتحصل غير في نصاص الليالي. انت الشارب؟ اه كاسين كده لزوم الفرفشه. انا معايا الازازه في العربيه، انزل اجيبها. انت تنزل دلوقتي حالا لان مراتك مستنياك في البيت. طيب عموما انا عملت اللي عليا وسالت عليكي وهسال عليكي تاني، بس يا ريت ما تجيبي سيره الحنان ان انا جيت. ليه؟ هو احنا بنعمل حاجه غلط؟ لا غلط، فين الغلط؟ بس اصل هي غياره شويه، عارفه لو ما لقيتش واحده تغير منها بتغير من نفسها. ما تخافش مش هقول لها، بس علشان ما اعملش مشاكل بينكم. والله عاقله، وعلى فكره دي اضافه جديده للحاجات اللي عجباني فيكي. تصبح على خير. طيب وانت من اهله؟ طلعت مصيبة. معقولة الكلام ده؟ مش قادر أصدق.
انا حاسس ان انا في كابوس ومش عارف اصحى منه. هديكوا شفتوا بعينيكوا كل المستندات اللي بتاكد ان بابا بنفسه هو اللي سحب كل الفلوس ورهن كل الاصول البنك. وبابا يعمل كده ليه بقى؟ ما هو كمان مش معقوله بابا يقعد يتباهى طول عمره ازاي قدر يعمل ثروته دي ويجي يضيعها قبل ما يموت. انا قلت انه ضيعها؟ امال كلامك ده معناه ايه؟ بابا الله يرحمه قبل ما يموت جمع كل ثروته علشان يدخل في صفقه. صفقه ايه بقى ان شاء الله؟ خبطه العمر. مكسبها بقى من 6 مليون كحيانين، لا بحر من الملايين. ايوه يعني مكسبها كام يعني؟ 100 مليون جنيه. 100 مليون؟ لا ما ترمشنيش معاك، انا مش وقت تهريج يا مختار. والله ما بهرج، 100 مليون جنيه بالتمام والكمال. معقوله؟ اه، عشان تعرفوا بقى ابونا كان بيحبنا قد ايه. ها؟ رفض يسيبنا شحاتين وجمع تحويشه عمره ورهن حاله ومحتاله علشان يهدينا بثروه العمر بالصفقه دي. صفقه ايه دي؟ صفقه ادويه. ادويه؟ اه. طب وهو بابا ماله ومال الادويه؟ الله يرحمه يعني كان بيشتغل في الجلود. سبحان الله، ابوكوا تاجر شاطر، والتاجر الشاطر يشتغل في اي حاجه تجيب فلوس. مختار، الادويه دي هتيجي امتى؟ المفروض توصل اخر الشهر، واول ما نستلمها ونسلمها ناخد فلوسنا. لسه اخر الشهر؟ هنسلمها لمين؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ انت مش كنت شغال مع بابا الله يرحمه وكنت دراعه اليمين كمان؟ مظبوط، انما الصفقه دي بالذات يا اخي من الصفقات القليله اللي معرفش عنها حاجه. هو من حظنا المهبه. واحنا بقى لسه هنستنى لما الادويه تيجي من بره ونقعد نوزعها على الجزخانات؟ لا، في واحد اسمه الاستاذ نديم هو اللي معاه سكه التوزيع ومعاه تفاصيل العمليه، وانا بتابع معاه اول باول. مين نديم ده يا مختار؟ ده واحد صديق بابا، انما كان بيثق فيه جدا. يعني كان بيثق فيه اكتر منك؟ الصفقه دي حصل. ده ايه الحظ المنيل ده؟ منيل ليه؟ اللي هينيله انا قعدت معاه واتصاحبنا على الاخر. انت قعدت معاه لوحدك ليه يا مختار؟ مش كنت تقعدنا معاه؟ ما كنتش عايز ادوشكم، انا كانت نيتي ان اخلص الصفقه لوحدي واجيب لكل واحد فيكم نصيبه وهو جوه بيته معزز مكرم. انما طالما عرفتوا بقى يبقى من حقكم تتعرفوا عليه. اه، ده مالكم انتوا كمان مش مالي انا لوحدي. يعني نديم ده لو قعدتنا معاه ممكن يتصرف لنا في حربون نمشي بيه حالنا؟ والله ليه لا، نساله. طب احنا ممكن نقعد معاه امتى؟ احدد معاه ميعاد وابلغكم. ارجوك يا مختار في اسرع وقت. الف حمد لله على سلامتك يا ام. يسلمك يا حبيبتي. عملت كده ليه يا ماما؟ كده احسن يا بنتي. ادفع فيها 55. 55 ايه بس؟ ما تقول كلمة حلوة. امال ده انا جايبها ب 90 يا باشا. ما انت عارف بتوبها دلوقتي. طب بص، مفيش الظروف كده. امال نقول كلمة حلوة. أنا أول يد والعربية الجديدة عاملة 8000 يا باشا. حضرتك عارف العربية الجديدة أول ما بيتعلق لها نمر بتنزل 10000 جنيه، تمشي بيها 10 15000 تنزل 10 تانيين، حكة كده بقى خبطة كده تنزل 10000 30. إيه يا عم؟ أنت كده عايز تدفع لك فلوس عشان تشتريه. طب أقول لك على حاجة، إيه رأيك تعتبر ثمن العربية مقدم العربية الجديدة؟ جديدة إيه بس؟ صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. بص انا هاخد 65. امري لله، بس ده عشانك انت بس. ربنا يبارك لك فيها. فلوسك حاضره؟ على ما تشرب القهوه تكون حاضره. مالك يا سعد؟ وبعدين ليه سايب دقنك طويله قوي كده؟ انا عمري ما شفتك بالمنظر ده. تعبان قوي يا صفية، ظروفي ملخبطة اليومين دول. طب ما تحكي لي. احنا مش اصحاب ولا ايه؟ طبعا اصحاب، بس يعني زي ما تقولي كده وفاة بابا وتعب ماما ودخولها المستشفى خليني مش مظبط شوية. ليك حق طبعا انك انت تزعل عشان انت انسان وجواك احاسيس ومشاعر، بس اكيد مالكش حق انك تزعل لدرجة انك تدمر نفسك. أدمر نفسي؟ ما هو طبعا لما تنزل من بيتك وانت مش حالق دقنك اكيد تكون بتدمر نفسك.
لان لما تروح الشغل وتبص في المرايه وتلاقي نفسك زي القمر وتبقى حابب نفسك وانت بتبص على نفسك في المرايه اكيد هتنجز اكتر وهتنجح. وبعدين مش ده كلامك ولا ايه؟ صح كلامي، بس يعني ايام ما كنت حالق بقى ومروق كده. تعرف ايه احلى حاجه بتعجبني فيك؟ ايه بقى؟ عقلك دايما مصحصح كده ومركز وعارف انت عايز ايه. بليز يا سعد ما تخليش احلى حاجه تروح منك في ظل الظروف الصعبه اللي انت فيها دي. سعد يا سعد. يا سلام، انتوا قافلين الباب عليك وقاعدين تحبولي في بعض. انتي بتخرفي تقولي ايه؟ بقول اللي شفته يا حبيبتي. انتي ايه اللي جابك هنا؟ جيت علشان اشوفك مع حبيبتي القلب. سعد عن اذنك. استني يا اختي، ده انا حتى جايه وماشيه على طول. على فكره ما يصحش اللي انت بتعمليه ده، لان ده مكان شغل. ومكان الشغل بيزنقوا بعضهم فيه ويقعدوا يتودودوا ويعالم اللي بيحصل تاني. لا ده انت زودتيها قوي. انت بتضربني يا سعد؟ وحياة امي ما انت شايف وشي تاني. اوعي اخويا الدهور. ده وصل ب 25,000 جنيه. شكرا. العفو. يا دكتور ممكن نطلع نشوفه؟ هو ممكن بس مش كتير، 5 دقايق بس، ويا ريت ما تنسوش الاوفر شوز. طمن يا عمر، طمن يا حبيبي، ربنا معانا ومش هيسيبنا ان شاء الله. بس اجمد انت لحد ما ادبر الامور. يا رب يا رب. على فكره ما ينفعش كده، لو سمحت اتفضلوا بره. أرجوك خليكي جنبي، عمر هيخف ويبقى كويس، بس ما تسيبنيش لوحدي أرجوك. ها؟ عشان خاطري. ممكن؟ مش قادرة. أرجوك. يا سلام يا سلام، أدي الفناجين ولا بلاش؟ خير يا نواشي؟ خير؟ إلا خير يا ستي خير، خير كتير قوي جايلك في الطريق، فنجانك منور وزي الفل. يسمع من بقك ربنا يا بنت. يا ست اهلا 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 يا اخويا. ايوه يا روحي، نورت بيتك ومطرحك. اعملي فنجان قهوه وحضري الشيشه بنت نواشي. من عينيا يا اخويا. حاضر. مالك يا اخويا داخل حامي على الشيشه على طول كده ليه؟ مش تتغدى الاول؟ بعدين بعدين يا سماح. في موضوع عايز اقعد افكر فيه على رواقه. موضوع ايه بس؟ اخواتي عرفوا بموضوع الصفقه. ومين اللي قال له؟ انا. انت مش قلت هتخبي عليهم؟ اشرف اخويا ابن عمر تعبان جدا، فطلب مني مبلغ علشان يعالجه، والمبلغ ده فوق احتمالي، فاضطريت اصارحهم بالحقيقه. والله احسن، على الاقل يساعدوك ويقفوا جنبك بدل ما انت شايل الليله كلها لوحدك. يا ريتني فضلت شايلها لوحدي وخلصنا وعدت على خير. هتعدي على شر ليه؟ كفالة الشر. اشرف اخويا بقى هيعيش لي الدور اول ما يعرف انها بضاعه متهربه، ويقعد بقى يغلس ويرزل ويوقفها لنا. انت مش بتقول ان ابنه عيان ومحتاج الفلوس؟ ده اكتر واحد محتاج الفلوس فينا. هيوافق؟ هيوافق وهو اللي هيجري فيها ويخلصها لكم وانتوا قاعدين. تفتكر يا سماح؟ طبعا. ده انا غالي يا سي مختار. اذا كان كده ماشي. يا بنتي يا حبيبتي ردي عليه، ربنا يهديك. لا يمكن يا ماما، ده ضربني. وايه يعني لما يضربك؟ مش هيبقى جوزك يا رشا؟ ده الراجل ما يبقاش راجل الا لما يضرب مراته. ما انت اهو بابا ما بيضربكيش. يا ما ضربني زمان، ده كان يديني العلقه من دول يزرق لي جتتي ايام بقى ما كان بصحته. يا سلام، وانا بقى كنت فين؟ كنت موجوده بس كنت صغيره ما توعيش. الا قولي لي يا ماما، هو بابا صحته راحت من زمان؟ من زمان قوي. سيبيني بقى انا صابره وساكته. برضه يا ماما انا ما اقبلش ان جوزي يضربني، يخاصمني، يزعق لي، انما يضربني لا.
ليه عملت معاها كده؟ هي اللي استفزتني، بس أنا عمري ما كنت كده. كل ده عشان بتغير عليا؟ ده أنا غبي قوي. لحد إمتى هتفضلي تايهة في الحبوب دي؟ لحد إمتى؟ إجابة سؤالك مش عندي. أنا حتى ما بحاولش أفكر. هو ده اللي بينا؟ هو ده اللي إحنا اتفقنا عليه؟ كل اللي بينا يروح في لحظة كده؟ كل حاجة ممكن تروح، بس إحنا اللي مش حاسين. هتروح لو إحنا عايزينها تروح، إنما لو اتمسكنا بيها أكيد ربنا هيحافظ لنا عليها. مش قادرة، مش قادرة. تبقي أنانية وما بتحبيش إلا نفسك. لما تهربي وترفضي تواجهي معايا المشكله وتسيبيني لوحدي تبقي مش انانيه وبس، تبقي خاينه. خاينه؟ ايوه يا هدى، خنتي العهود اللي بينا. احنا اتفقنا ان احنا نكون على الحلوه والمره. خيبتي ظني فيكي ليه؟ انا اسفه يا اشرف، اسفه. ارجوك يا هدى بطلي تاخدي الحبوب دي، ارجوك. انت لازم تتعالجي، افهمي، لو اتعالجتي ارجوك. اطمن يا مختار، المشتري جاهز، اول ما الشحنه توصل هيورد الفلوس. الله يطمنك يا استاذ نديم، يا رب استرها معانا يا رب. طالما نعمه في الموضوع يبقى هتقضى ان شاء الله. انا طبعا في الموضوع، بس اشمعنى انا؟ اصل وشك حلو، بتفائل بيكي. تتفائل بدي؟ دي بومه، دي وشها يقطع الخميره من البيت. ايه اللي انت بتقوله ده يا مختار؟ يا راجل، ابويا عاش 70 سنه ولد، اتجوز دي شهرين اتنين راح فيها، وامي دخلت المستشفى بسببها. وانا كنت هعرف منين ان المحامي بتاعك هيروح يقول لامك؟ وانت تروحي للمحامي ليه من اصله؟ انا مش ماضي لك وصولات. وانت يضايقك في ايه؟ بثبت حقي. حقي قلت لك هديهولك بيني وبينك. ايه لازمه بقى انك تروحي للمحامي وتمسكي الميكروفون؟ خلاص بقى يا مختار، المهم الحاجه عامله ايه دلوقتي؟ خرجت من المستشفى يا استاذ نديم، بس لسه تعبانه، وكله بسبب البومه اللي جنبك دي. نهار اسود عليا، جرى ايه يا مختار؟ انت بتستغل انك في بيتي ومش هرد عليك؟ مش كده بقى يا جماعه، ما تستهدوا بالله. بيتك؟ بيتك ده ايه؟ بيتك ده ابويا اللي جابولك بفلوسه، ولا نسيت يا نعمه هو جابك منين؟ عيب كده يا مختار، الله، ده دواه. ودي مهما كان برضه ارمله الحاج الله يرحمه. على عيني وراسي يا استاذ نديم، بس اصلها طماعه قوي. وماله يا اخويا؟ هو كان مين الدنيا من غير ما ياخد مني؟ ما خلاص بقى يا جماعه، الله. اقعد يا مختار، اقعد يا نعمه، اقعد. اوف، اللهم طولك يا روح. يا جماعه مالكوا فيه ايه؟ الله، ده انتوا شركه في خبطه العمر والمصالح بتتصالح. المهم قول لي، جهزت الاوراق؟ اخواتي خدوا خبر الموضوع وعايزين يقعدوا معاك ويتعرفوا عليك. الله، انت مش قلت هيعملوا لك توكيل وانت اللي هتتصدر؟ هيعملوا، بس خليهم يطمنوا يا اخي. ماشي يا مختار، على كل حال انا مسافر الصبح، لما ارجع نرتب قاعده علشان نلحق نظبط كل حاجه بسرعه. اذا كان كده ماشي. ولا انا عومه؟ خلاص بقى نعومتي، فكي كده وضحكي معايا. ده مصارين البطن بتتعارك. قول لها يا استاذ نديم سليم. على رايك، وان كان لك عند مختار حاجه قول له يا سيدي. شايف البومه وقلت ادبها؟ قص تاني. خلاص، انا اللي بومه، استريحتي دلوقتي؟ ممكن بقى مختار نتكلم في الشغل؟ كل مكوه كانت عندك لسه من يومها؟ عقبال املتك المعلم كان بيتجوز. مين يا هنية؟ طب امشي امشي دلوقتي وابقى تعالى بعدين. طب خدي المكوه الاول. هنية خدي منه المكوه. اتفضلي يا ست، روحي انت. مش معقول كده يا سعد، انت عمر شغلك ما كان ملخبط كده. معلش يا هاني بيه، اعذرني، اصل انا اليومين دول بمر بظروف صعبه جدا. لا 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 يا سعد، انا متعودش اشوفك ضعيف بالشكل ده، ده انت اكتر واحد موهوب عندي. ربنا يخليك، ان شاء الله ربنا هيعدلها والنفسيه تهدى شويه. لا، شغلنا ما فيهوش نفسيه، في عقل وبس يا سعد، ركز، دي فلوس ناس يا ابني. حاضر يا هنيه. صباح الخير استاني. صباح النور.
شكرا. هتوحشيني قوي وانا مسافر. يا احلى نعمه ربنا ادهالي نديم. الله، ده ايه الورد الحلو ده؟ ده بعتولي نديم جوز صاحبتي حنان. وجوز صاحبتك يبعت لك ورد ليه؟ والله يا ماما ما فيش بيني وبينه اي حاجه. ده جوز صاحبتك يا نعمه، اوعي تغدري بيها. خلاص انا هقطع رجله من هنا خالص. استني استني، مش هو ده الوسيط اللي في ايده عمليه الحج؟ هو. طب يا بنتي ده مهم قوي بالنسبه لنا، اوعي تخسريه، على الاقل لحد العمليه ما تتم. طب يا ماما انت عايزاني اعمل ايه دلوقتي؟ اوصل معاه ولا اقطع؟ بين البنين، عشمي لحد ما تتمكني. حاضر، هعمل ايه بس علشان خاطر العمليه. بقول لك ايه يا سي مختار. يا عيون سي مختار. انا كنت عايزه يعني بكره اروح ازور ابويا في السجن. ايوه يا سماح، بس زياره السجن دي محتاجه تصريح. ما انا معايا تصريح. معاكي ايه؟ خرجتي امتى عشان تجيبيها سماح؟ والخدمه الشريفه ما خرجت، البت نواشي كتر خيرها هي اللي ساعدتلي في الموضوع ده. نواشي؟ ماشي، وايه يعني اللي هفك يعني تزور ابوك السعيد؟ والله بيقولوا تعبان قوي وحاجزينه في المستشفى، يعني بعد اذنك يعني انا عايزه ازوره واطمن عليه. إذا كان كده ماشي، ألف سلامة عليه، بس بشرط تاخدي البت نواشي معاكي. خدي عشان تجيبي لأبوكي حاجة كمان، وتروحوا بتاكس وتيجي بتاكس من اللي بيطلب بالتليفون، فاهمة يا سموحة؟ فاهمة يا أخويا، فاهمة يا سيد الناس، ربنا ما يرميك في ديها أبدا. الدكتورة عليا شاطرة جدا في تخصصها، وإن شاء الله هتساعدنا. لو في عندك مشوار لمدة ساعة تقدر تعمله، لحد ما إحنا نتكلم مع بعض شوية، ولا إيه مدام هدى؟ هجرب. طيب تمام حبيبتي، كده انا هسيبك وانا مطمن. اوكي، اول ما تخلصي كلميني. التجربه والخطا هم اساس حياتنا، وطول ما بنغلط ونتعلم يبقى مفيش مانع ابدا ان احنا نفضل نكرر المحاولات لحد ما ننجح. ولما ندوق طعم النجاح ونلمسه ونحسه، فجأة كل حاجة تروح من إيدينا، إزاي هنقدر نقف تاني ونكمل؟ زي ما وقفنا قبل كده، وطعم النجاح اللي دقناه هو اللي هيقوي عزيمتنا ويخلينا نرجع نقف تاني على رجلينا عشان ننجح. أنا خايفة، خايفة قوي، كل حاجة بتروح مني، كل حاجة. يا مختار الوقت كده بيجري. وقلت لك الراجل مسافر، وأول ما يرجع نقعد يا أشرف. طبعًا، أنت على قلبك مراوح ولا همك. عيب يا أشرف تقول كده، ده أنت أخويا، وعمر ده زي ابني تمام. ما لو كان زي ابنك كنت قعدت القعدة دي برضو. يا ابني مفيش في إيدي حاجة أعملها. كل اللي حلتنا 150 ألف جنيه أبوك الله يرحمه كان شايلهم على جنب نمشي بيهم أمورنا على ما الصفقة تتم. يعني في فلوس أهو. يا ابني دول اللي حلتنا، وبتاكل منهم أنت وأمك وإخواتك والعبد لله. العمل يا مختار. استغفر الله العظيم يا رب، انا ما خلصنيش اسيبك كده. يعني هتعمل ايه؟ في ايدك حاجه تعملها؟ هديك 70,000 من 150,000 تمشي بيهم نفسك على ما العمليه تتم، وربنا يستر بقى على امك واخواتك. 70,000 ايه يا مختار؟ ده انا لو خدت ال 150 كلهم مش هيعملوا حاجه. اعمل لك ايه يا ابن والدي؟ والمصحف ما في في ايدي حاجه تاني. خلاص امر الله، ربنا كبير بقى. اعذرني يا مختار لو كنت عصبت عليك شويه، حكم انا خلاص على اخري وهنفجر. يا اشرف يا اخويا ما تقولش كده، بعد شر عليك ان شاء الله اللي يكرهك. انا حاسس بيك، تعبت من كتر المشاكل والتحديات، لقيت ان الاستسلام هو اقرب حل. الاستسلام عمره ما كان حل. كتير فكرت في الانتحار بس ولا مره عملتها. مالك يا اشرف باشا؟ شكلك مهموم قوي. ابني الوحيد عاوز عملية زرع قلب وهتتكلف 1,000,000 جنيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. عموما ما تحملش هم الفلوس. اوعى كده، ما انا هدخله يعني هدخله. مش هينفع.
اوعى كده وتقليلي الدم خالي من الانسانيه. اوعى بس الست دي عايز تدخل الاكل المسجون جوه حضرتك. يونوبك ثواب يا بيه، ده عيان عندكم محتاج لغاز. ممنوع يا ست، خد يا ابني الاكل بينا وفتشه. ده ايه؟ اوعى كده شكك في ممنوعات ولا حاجه؟ ممنوعات؟ لا وانت الصادق، ما انتوا بتصادروا الاكل بحجه الممنوعات عشان تطفحوه في كروشكو انتوا والظابط شيخ المنصر اللي بيقاسمكوا فيه. انت مجنونه يا ست انتي، خرجها يا ابني بره. مجنونه؟ مجنونه عشان فقفه حركاتكم يا جعانين يا نار. انت مش عارفه تكلمي مين؟ هيكون مين يعني؟ سبت رايك اشرف ليل. هو ده. وبعدين يا اشرف باشا، في ايه؟ هتتصرف ازاي في موضوع ابنك؟ والله مش عارف. انت دبرت كام من المبلغ؟ أنا مليم. معقولة يا أشرف باشا؟ ما معكش مليون جنيه على بعض؟ منين يا سامي بيه؟ أنا موظف حكومة. بس في مكان حساس يتقل بالذهب. أنا راجل شريف وماليش في الكلام ده. طبعا طبعا، هو في حد قال غير كده؟ بس الحقيقة أنا اتأثرت قوي بالموضوع ده، واسمح لي يعني بدون تكليف إني أسلفك المبلغ. سلفني ده إيه؟ ده مليون جنيه. وماله؟ بكرة الصبح كله عندك. ومناسبة إيه بقى يا باشا إن شاء الله؟ من غير مناسبة يا سيدي، ده احنا دلوقتي بقينا عشرة، ثم ان انا اب برضو وعندي اولاد زيك. اسف ما اقدرش. وبعدين يا ريت بلاش نتكلم في الموضوع ده تاني. يا سيدي بقول لك سلف، وابقى ردهم لما تفرج. تفرج ده ايه؟ ده مليون جنيه. وماله؟ حد عارف رزقه فين ومع مين؟ صدق الله العظيم. مالك يا سعد؟ لا ما فيش. انا انتي اصلك وحشتيني فقلت اجي اطمن عليك. وانت حبيبي وحشتيني قوي. فيك الخير، تعال اقعد جنبي هنا. شكلك اليومين دول مش عاجبني ابدا يا سعد. تعبان قوي قوي، حاسس اني لوحدي. يا حبيبي كلنا جنبك، كلنا معاك، وربنا معانا كلنا يا حبيبي، ربنا معانا. بس يا حبيبي بس. مطرح ما يسري يمري. تعيش يا سموحتي، تسلم ايديكي. بالهنا والشفا يا اخويا. قول بقى شفت مين هناك؟ في السجن؟ يعني هتكوني شفت المحافظ؟ أكيد حد من معارف أبوكي. لا. أمال مين؟ حذر فزر. حذر فزر، وجو بقى رمضان ونيلي وشريهان. واحد تعرفه كويس وحبيبك قوي. حبيبي في السجن؟ أنا معرفش مساجين. لا مش مسجون. أمال بيهبب إيه هناك؟ رائد، وله شنة ورنة هناك. رائد؟ أوعى تكوني قابلت أخويا أشرف. أيوه قابلته. يا نهار أسود. وعرف عنك حاجة واتكلمت معاه؟ لا اطمن يا اخويا، أنا شفته من بعيد والشويش هو اللي قال لي عليه. الحمد لله. أصل أشرف يا اخويا ده معقد، ولو عرف حاجة عن جوازتنا بقى هيغلس بقى ويعقد لنا الأمور قبل العملية ما تتم. والعملية دي لازم تتم. لازم. إيه؟ إيه يا حبيبي؟ عاوز أمشي. إيه مالك مالك؟ كابوس. اشربي ميه. مش عارفه ايه حكايه الكوابيس اللي بتجيلي اليومين دول. ده بس عشان اعصابك تعبانه شويه. انا تعبانه قوي يا اشرف، حتى النوم مش عارفه اتهنى عليه. معلش يا عبد، ان شاء الله ربنا مش هيسمنا. امضي هنا لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم ايديكي. وانت كمان يا مدام نورة لو سمحت امضي هنا. تمام كده. تمام يا استاذ مختار، ان شاء الله في خلال 24 ساعة التوكيل هيبقى جاهز. مش هوصيك يا مختار، المدبغة والمحل أمانة في رقبتك. انت هتوصيني على أكل عيش يا حاجة؟ اطمني، دول في عينيا. طب يا استاذ مختار، أستأذن أنا بقى، أحسن أنا اتأخرت على الشهر العقاري، وأنت عارف لولا غلاوتك عندي ما كنتش جيت وسبت المكتب.
انت الخير والبركه يا استاذ امين، وفي زيك راجل محترم وكلك ذمه. تعيش يا امير. طيب استنى بقى اوصلك في سكتي. عايزه حاجه يا حاجه؟ عايزين سلامتك يا حبيبي. تموري بحاجه نوره؟ تسلم، ربنا يخليك. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم يا حاجه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا اله الا الله يا مختار. سيدنا محمد رسول الله. بالسلامة يا حبيبي. يعني عليك يا ابني، الحمل تقيل عليه قوي ومحدش بيساعده. مختار قدها وقدود يا ماما، وبعدين المدبغه والمحل مش جداد عليه، ده هو اللي كان شايل الشغل كله ايام بابا الله يرحمه. ايوه يا بنتي، بس ابوك الله يرحمه بقى كان بيعلمه وبيوجهه. طب ما احنا معاه، وبعدين مش عشان احنا عملنا له توكيل يبقى هنسيبه، لو احتاجنا في اي وقت هيلاقينا جنبه. يا ربي يا بنتي، يا ربي جعلنا دايما مجتمعين ما يفرقناش ابدا. قادر يا كريم. الحقيقه مختار، انا طلبت حضورك النهارده عشان امر مهم طرأ في الافق، وشايف ان كنت لازم تعرفوه. خير يا متر؟ خير. في الاول بس انا عايز اعتذر عن اللي حصل مع الحاجه والدتك. حقيقه انا اتخدعت، ما كنتش عارف والله ان هي مش عارفه. الحمد لله عدت على خير. الحمد لله. انما ايه موضوع الافق ده؟ خير يعني؟ حكايه غريبه تقلب. صحيح قلقتني يا متر. انا لما جيت احصر التركه لقيت الحاجه حساباته في البنوك فاضيه، ما فيهاش الا 150,000 جنيه، يعني كلام فاضي يعني، والاصول كلها مرهونه للبنك. انا عارف. عارف يا مختار، وما تقوليش. الله، وبعدين راحت فين ثروه الحاج وممتلكاته يا اخي؟ شوف يا متر، الحاج الله يرحمه سحب كل الرصيد ورهن كل الاصول علشان صفقه مهمه جدا هتوصل اخر الشهر ده. اطمن يا متر، التركه ما ضاعتش. وبعدين انا عايزك تعمل لي اعلام الوراثه ده في اسرع وقت ممكن، وما تجيبش سيره لامي ولا اخواتي بموضوع الاصول المرهونه ولا الرصيد المسحوب. فهمتني؟ والله منورين. ربنا يخليكي، ده بس من ذوقك. تعيشي يا اميره يا بنت القمر. انما الاستاذ يعني ما قلناش، حضرتك بتشتغل في ايه؟ انا مضيف جوي. يبقى ده بقى اللي بيخليك تجيب حاجات من بره وتبيعها جوه، مش كده؟ حاجه زي كده. طب يا الشغلانه دي يعني بتكسب كتير؟ يا سعد، انت هتقول رأي الراجل ولا ايه؟ لا والله ابدا، انا بس مستفسر. اصل اخويا سعد شغال محاسب في البورصه، احسن تفتكره مامور ضرايب ولا حاجه. طيب والاستاذ ما تعرفناش بيه؟ ده اشرف اخونا الثالث. بس عارف شبهكم يعني، انت مختار، انت والاستاذ سعد فيكوا حاجات من بعض، لكن هو حاجه تانية خالص. ايوه صح، هو له دماغ لوحده يعني، بس ان شاء الله هتعجبك. بيتهيألي احنا خدنا وقت طويل قوي في التعرف، مش نتكلم في الشغل ولا ايه؟ طبعا تحت امرك. انا اللي اعرفه عن الصفقه دي انها صفقه ادويه، مش كده؟ فعلا. ويا ترى بقى الباشا عارف ان الادويه دي صلاحيتها مظبوطه وورقها مظبوط 100%؟ على الورق لكن في الحقيقه ما اعرفش. انت عارف الادويه دي لو طلعت بايظه دي تبقى جريمه وقضيه غش تجاري؟ يا سيدي ما تدقش، دي شحنه بتقرب. وازاي بابا يشترك في عمليه زي دي؟ روح اساله. انت بتستخف دمك ولا ايه؟ استاذ اشرف، باباك والحاج وافق انه يدخل العمليه دي وبمزاجه، وانا كنت شاهده على كده. دي غريبه قوي. بابا وشحنه متهربه؟ يا اخوانا بلاش تبص للنص الفاضي ونبص للنص المليان. ازاي يعني يا مختار؟ يعني العمليه دي مكسبها مغري جدا. لو بابا ما كانش متاكد وضامن انها مضمونه ما كانش دخلها من الاول. هو كلام منطقي طبعا. بس يعني بابا ليه يعمل كده اذا كان في ايده انه يستوردها في النور؟ عمليه ايه دي اللي انت عايزه يعملها في النور؟ انت عايزه يروح حديد. الادويه دي بتاعت ايه بالظبط؟ الشحنه كلها كودافين خام. كودافين ايه؟ خام. كودافين ده ايه؟ ده محطوط على جدول المخدرات. ازاي بابا يعمل حاجه زي دي؟ هو عامل. انت كذاب، ابونا يمكن يتاجر في الحاجات دي. لا هي دي الحقيقه، ابوكوا كان عايز يامن لكم مستقبلكم. يامنوا بالحرام؟ الله، ما تشوف اخوك ده بقى وتهدوه شويه. اسم الرائد اشرف ليل، والصفقة دي لو دخلت البلد انا ابلغ عنكم كلكم. اهدى بس يا اشرف، مش كده؟ بيقول على ابونا تاجر مخدرات. مش مصدقني، دي نسخة من صور العقود الأصلية. احنا بنتعامل مع مصنع محترم في الصين، مش أي كلام. برلين كده. دي فعلا ابنة بابا. انت كذاب ومزور. يا اشرف، هو هيزور امضي الضبه ليه؟ بتسالني انا ليه؟ ما انتوا زورتوها سوا عشان تلهفوا الثروه لحسابكم. ايه يا ابني التفكير المجنون ده؟ انا زي زيك ما اعرفش حاجه. عليا انا يا مختار، ده انت طلعت زعيم عصابه. هو ايه الحكايه يا اشرف؟
وفي حاجه انا مش فاهمها؟ اللي انت مش عارفه ان البي والهانم عاملين علينا فيلم من اخراج اخونا الكبير. فيلم ايه يا جدع انت؟ ونهايته انا عارفها من قبل ما يالفوها. نهايته ايه بقى ان شاء الله؟ البضاعه هتغرق في البحر او البوليس هيقفشها، وفي النهايه تبقى الفلوس راحت علينا واحلالكم انتوا الجو وتسيلوا جمل بمحمد، مش كده ولا ايه؟ قصة عليك يا مختار، بقى انت تعمل كده؟ ومع مين؟ مع مرات ابونا؟ ضرت امنا؟ انت هتصدق خياله المريض؟ انت مش شهدت على عقد جوازها من ابونا وخنت امك اللي ربيتك؟ انت كمان شهدت على عقد جوازه؟ واللي يخون امه اللي ربته ممكن يعمل اي حاجة عشان مصلحته. خلاص؟ اتلبست العمة؟ انت اكيد اتجننت. انتوا لسه شفتوا جنان؟ انا هوريكم الجنان اللي على اصوله.